الو. نعم، السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يسلمكم، الله يكرمك. انا قتلت كلب، الله يكرمكم يكرم السامعين، من فوق البيت رميت حجر. بعد اسبوع كذا لقيت ميت، فلا ادري هو السبب مني انا ولا من غيري، فهل علي شيء مثلا؟ طيب، شكرا. شكرا يا. واما الكلب الذي قتلته فان كان مؤذيا فلا بأس بقتل المؤذي إذا لم يندفع شره وأذاه إلا بقتله، لا بأس. أما إذا كان غير مؤذي فأنت أخطأت في هذا، وعليك التوبة والاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم.